اليوم القراءة العاطفية لبرج الجوزاء. فإذا كنت مشترك جديد معنا في القناة، المرجو أنك تضغط زر الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة. فخلينا نشوف أخبارك إيه، وأخبار الحبيب إيه، والأمور العاطفية بالشهر ده. برج الجوزاء، فإحنا مش حنشوف الحبيب فقط، إحنا حنشوفك أنت كذلك، حاسس بإيه، وأحوالك إيه، وأحوالكم أنتوا الاتنين. واضح يا برج الجوزاء إنه في زعل جامد بينك وبين الحبيب، لأني بشوفك متضايقة كتير وواخد جنب ومنعزل وما بتكلمش حد، وحاسس إنك متضايق جدا. فأنت شايف إنه الحبيب رافض يكلمك، رافض يتواصل معك، ومش عايز يتفاعل معك، وزعلان قوي بصراحة. فعلا الحبيب متباعد واخد جنب، ولكن هو بيحبك وعاوز يكون معك وعاوز يكون في حوار بينكم. فممكن تكون تتعامل مع شخص يعني بيحب نفسه، أو بيحب العلاقات المتعددة، أو في طرف ثالث بينكم، لأنه هو حاليا مختفي تماما، وفي نوع من الحركات من تحت لتحت. يمكن تكون أنت بتتعامل مع شخص فنان، أو ممكن بتكون بتتعامل مع شخص روحاني، لأني بشوفه هو حاليا رافض العلاقة معك صراحة، ومش عاوز يتكلم معك، وطالع من العلاقة. هو طالع من العلاقة وفاتح قلبه للحياة، لأنه هو في الحقيقة زعلان قوي، بس هو عنده مشاعر تجاهك، مشاعر قوية وبيفكر فيك، بس هو زعلان وطلع من العلاقة دي ومشي. فجايز يكون في بينكم نوع من أنواع الخداع. فحقيقة أنا بشوف إنه الشخص ده يعني مش مخادع، يعني كأنه كان بيلبس قناع، كأنه شخص روحاني، كأنه شخص فنان. لأن الحكماء يعني ما بيحبوش يبينوا الحقيقة، يبينوا مشاعرهم الحقيقية، يعني حتى يشوف الشخص اللي قدامه أو الناس اللي معه هم حيعملوا إيه وناويين على إيه. وبيكونوا يعني في ناس لعبت بيهم، لهذا هم بيكونوا خايفين. فحب أقول لك إنه الشخص ده هو حاسس إنه خرج من حاجة فيها خداع، كأنه كان حاسس إنه في شيء فيه الخداع، هو متهيأ له كده، هو بيفكر بالشكل ده. فممكن يكون يعني دماغه متلخبط، أو في فوضى عنده في أفكاره، لأنه مبين عندي إنه يعني الشخص هذا في عنده اكتئاب، لأنه في ورقة عنده بتقول له لازم تخلي الأمور زي ما هي، وبلاش يعني المصطلح يعني بلاش تحبكها أكثر. كذلك في ورقة اجته بتقول له خد وقتك تفكر انت عاوز ايه عشان ترتاح، وتعمل صلاة ودعاء، وتوصل للسلام الداخلي. كذلك في كارت اجاه تاني بيقول له انت لازم تفكر انت عايز ايه وامتى، ولازم يكون متأكد من مشاعره ويكون صبور ويطلع من حالة العزلة اللي هو فيها. فمبين عندي انه الشخص ده هذا هو شخص مكتئب شوي، فهو طالع له نفس الورقة اللي طالعة لك انت يا برج الجوزاء، انه ياخد وقت ويشوف شو اللي بيحصل جواته، مشان
يحسن ياخذ القرار المناسب. فأنا اللي شايفاه إنه أنت متباعد عنه، أنت قاطع معاه. والشخص ده في الوقت الحالي أنت متغاظ منه كتير ومتضايق منه وزعلان عليه، وبصراحة مبين عندي إنه أنت بدك تتخانق معاه. الله أكبر كبيرة. بالورقة بتقول إنه أنت زعلان منه كتير وبدك تضربه وتتخانق معاه، تصرخ في وشه يعني. كذلك جايك ورقة بتقول لك حب نفسك أكتر، لأنه مبين عندي إنه أنت ما بتحبش نفسك يعني كتير، يعني بتدي الناس أكتر، خصوصا لما بيكون عندك مشاكل، يعني ما بتهتم بنفسك وبصحتك مضبوط. لهيك الورقة بتقول لك حب نفسك وحاول توصل لحالة التوازن النفسي، مشان المشاكل ما تأثر عليك في الطالع والنازل. طلع لي كمان يا برج الجوزاء إنه في عندك كارت، في عندك طاقة كبيرة جدا وحماس، وممكن إن في هذه الفترة هذه تكون أنت عم تخرج، عم تأدي وقت منيح، عم تضحك، عم تطلع الأماكن. ولكن أنا شايفاك في الكروت هادو إنه أنت في عندك طاقة روحانية يا برج الجوزاء، فمبين عندي إنه أنت والشخص ده روحانيين جدا، يعني كأنه في بينكم شغلة، يعني بتجذبكم مع بعض برغم المسافات، سواء حكيتوا مع بعض أو لا. مبين عندي كأنه يعني في انجذاب لإلكم. ولكن عندي ورقة بتقول إنه أنت غضبان وزعلان كثير من هذا الشخص، وعندك رغبة إنك تمشي تخانق أو تضربه. أنا ما بعرف يعني الطاقة هذه، يعني هي طاقة إنك بدك تخانق، بدك تضرب، بدك تصرخ مع هذا الشخص. فحاليا ممكن تكون إنك أنت بتكلم ناس ثانيين، يعني عشان تبين له إنه في ناس ثانيين، في طاقات. والورقة بتقول لك أنت لازم تحافظ على طاقتك، لأنه استعمال الطاقة في مسارها الصحيح هو الشيء اللي راح يخليك تحصل على الشيء اللي بدك إياه. لهذا عندي ورقة بتقول لك أنت لازم تغير شوية من طريقتك، لأنه أنا شايفك أنت لا تريد أن تتغير، يعني مش عايز تتغير، أو حتى مش عارف تتغير، فأنت ماشي بنفس الطريقة. واضح يا برج الجوزاء إنه عندي ورقة بتقول إنه أنت مش يعني ما بتحب نفسك، بس مش بتحب نفسك بالطريقة الصحيحة. كذلك أنا شايفة إنه الحبيب حاليا هو مهتم بحياته العملية، بحياته الروحية، يعني عايش حياته كأنه عايش حياته. وواضح عندي إنه الشخص هذا انسحب من هذه العلاقة، كأنه شخص كان موجود واختفى، يعني هيك مبين عندي. هو الشخص ده في عنده رفض في الشغلة في هذه العلاقة، فهو بيفكر في علاقتكم في الأوقات، في الكلام اللي كنتوا بتحكوه على السوشيال ميديا، وهو حاسس إنه كأنه طلع من شغلة فيها خداع في العلاقة هذه، وكأنه يعني بيقول الحمد لله إني خرجت من الخداع اللي كنت عايش فيه. ألف شكر، ده إحساسه. الحقيقة هو ممكن يكون خاطئ، ممكن يكون غلط، ولكن هذا إحساسه. وفي الحقيقة عندي ورقة بتقول إنه هو بيفكر فيك وبيحبك، وهذه الشغلة اللي لفتت نظري. الشخص هذا بيحبك، بيحبك كتير، هو مختفي بس بيحبك. بس في حاجة جواه يعني مخوفاه، خايف إنه يقرب. أنا مش عارفة الأسباب، يعني أنتو أدرى. فهو خايف إنه يقرب يحصل خداع تاني. هو أصلا مش عارف يكلمك أو ما يكلمكش، يعني هو كأنه ضايع، يعني عم بيحاول يزبط أوراقه، مش عارف شو يعمل في الحلقة هذه. فمبين عندي كأنه ممكن يعني تكون أنت مستقوي القلب عليه، جايز يعني، أو حتى ممكن أنت بتتواصل معاه روحيا،
أو جسديا، فمخلي الشخص هذا مخضوض يعني خايف. فعندي هنا إنه أنت غامض، مش عايز تقول له إيه اللي بيحصل، إيه اللي حاصل. كذلك أنت متضايق جدا ومتغاظ، ففي عنده حاجة يعني شايلها من الماضي، يعني متضايقاه. الشخص هذا مخضوض منك وخايف. كذلك الشخص هذا مبين عندي إنه رافض يبدأ معاك بداية جديدة، وشايل من الماضي وزعلان جدا، يعني مبين عندي هاي الشغلات واضحة. هو شايف نفسه إنه خرج من علاقة كان فيها خداع، كان فيها غموض، وحقيقة هو ناوي يبقى ساكت وما يعملش حاجة، وباغي يركز في روحانياته أكثر، وعاوز يدرسك، عاوز ياخد قرار نهائي، يعني يطلع من الموضوع ده، يقفله، يعمل حاجة يعني. لهذا فهو محتاج إنه يتباعد عشان يقدر ياخد قرار من بعد ما يفكر مع نفسه. ففعلا هو اتسحب من العلاقة، يعني هو ما طلعش مرة واحدة، هو فضل يطلع شوي شوي لحد ما اختفى. هو في الحقيقة ما طلعش تماما، يعني هو ما قالكش نسيب بعض، يعني هو طالع بس، يعني كأنه قافل معاك وما بيردش. بصراحة انت شايفه كأنه مديك وشي خشب. عايز اشوف لك الشخص اذا مخادع ولا لا. استنى، الحقيقة الشخص ده عندي ورقة مش مخادع. الشخص ده مش مخادع، كأنه كان لابس ماسك قدامك، لأنه حاسس، يعني كأنه حاسس بالخوف، خايف منك، مشتاق فيك كثير، صار بيناتكم شي هيك. فأنا حمحاول شوف إذا في حدا داخل بيناتكم، فجايز يكون في علاقة ثلاثية، ولكن العلاقة الثلاثية مش بسبب هذا الشخص، منك أنت يا برج الجوزاء. فعندي الورقة إنه هو مش عايز ياخد خطوة، عشان في 3 سيوف قدامه، فجايز يعني، فغالبا يكون إنه العلاقة الثلاثية جاية منك أنت يا برج الجوزاء. بغض النظر عن الطرف الثالث، هو سواء هذا الشخص كان شخص أم أسرة، في حد واقف بينكم، في حد داخل بيناتكم، في حكي طالع نازل هيك، فودني أي حد فيكم. ففي الأغلب الطرف الثالث جاي من ناحيتك يا برج الجوزاء، لأنه أنت اللي محتاج تحب نفسك، تحب نفسك، تغير اتجاهك وتطلع من الحالة هذه. فعندي هنا برج الدلو وبرج الأسد والعذراء والثور وبرج الحوت، برج الأسد أو القوس، واحد منهم. فممكن تكون أبراج تانية مش مبينة عندي، لأنه أكثر شي مبين عندي طاقات، مبين عندي طاقات. فأنا شايفاك يا برج الجوزاء في المرحلة القادمة إنك حتمر بمرحلة انفصال، أو مرحلة حتكون فيها متضايق. فغالبا إيه اللي حيحصل؟ انتوا الاتنين حتكونوا حاسين بوحدة، أو من ناحيتك أنت بالأكثر. فالشخص ده كأنه حاسس بالملل، بالضيق، بالوحدة، وهو كمان زعلان ومتضايق. فلو كنتوا مش منفصلين، فممكن يعني انتوا في الشهر ده، يعني ممكن انكم مش حتتكلموا، حيكون في شعور بالزعل والحزن بينكم انتوا الاتنين. وانا شايفة اكثر انه حيكون من ناحيتك انت يا برج الجوزاء. فانا شايفك يا برج الجوزاء انك متغاض واخدها على صدرك، ولكن حيحصل عنك تفتيحة عين، وحتلاحظ انه انت لازم تعمل تغييرات، لازم تغير حياتك وتغير نفسك، لاني شايفاك انك مش ماشي بالطريقة المثلى، وتحب نفسك بصحيح. وحب اقول لك انه الشخص ده ما عندوش علاقة في عدم حبك لنفسك،
بالشكل الصحيح المثالي. بصراحة فأنا شايفة إنه عدم حبك لنفسك يعني جاي من الطرف الثالث اللي هو بينكم. بصراحة بغض النظر يعني الشخص الطرف الثالث هو مين، فأنا طالع عندي يا برج الجوزاء إنه في طاقة جسدية، فممكن إنه تكون أنت عم تضيع وقتك يعني هيك مع أها. ف يمكن عشان تطلع من حالة الاكتئاب اللي أنت فيها، لأني شايفك حاسس بالوحدة والانعزال، وفي طاقات في طاقات جسدية ولكن بدون مشاعر. فأنا شايفة إنه أنت يا برج الجوزاء لازم تتعلم تاخذ قراراتك بنفسك، وما تخليش المحيطين يأثروا على قرارك، على قرارك وقراراتك ورغباتك، وهذا طبعا حسب وضعك. مبين عندي يا برج الجوزاء إنه أنت حكيم، في عندك حكمة، يعني كأنك رجل عظيم أو امرأة عظيمة. فما ينفعش انه يكون طرف ثالث انه هو اللي يدير حياتك، يعني مش معقول. دي النصيحة بتاعتك، وده اللي واضح في الشهر ده انه حيكون في تباعد، وتباعد بزعل يعني بصراحة. يعني انتوا الاتنين في عندكم احساس مشترك هو احساس بالخسارة. وبصراحة يا برج الجوزاء انا بشوف يعني انه الموضوع في ايدك انت بصراحة. هنشوف كروت النصيحة يا برج الجوزاء، لأني بشوف إنه الشخص هذا هو ما حبش يبعد عليك، الشخص هذا بيحبك ولكن هو خايف، ولكن حاليا في الفترة وبشوف في هذا الشهر هذا راح تضلوا متباعدين مع بعضكم، يعني هو ما راح يعمل أي شيء، راح يضل بيفكر، يعني هو حيفضل قاعد بيبص عليك بيراقبك وما غيعمل حاجة، يعني ما غيدير حتى حاجة، يعني مش حيعمل حاجة ومش حيطلعك من دماغه لأنه هو لسه عايزك. أنا قلت لك في الأول إنه في براءة عندي واضحة إنه بيحبك، بيحبك أنت، فهو غالبا حيختفي، ولكن هو حيبص عليك على السوشيال ميديا، هو بيراقبك على السوشيال ميديا بغض النظر إنه مختفي، وإنه أنت حاسس إنه يعني العلاقة انتهت، وإنه هو خلاص شالك من حياته. لا، الشخص ده ما شالك من حياته، الشخص ده بيحبك وبيفكر فيك، بس هو خايف واخد جنب وقاعد، راح يضل عم بيراقبك في السوشيال ميديا هيك. مبين عندي يا برج الجوزاء كمان، يعني هون في عندي علاقة ثلاثية، هون واضح عندي في علاقة ثلاثية. العلاقة دي يا برج الجوزاء كأنه برج الجوزاء كأنه متجوز، كأنه في علاقة جواز ولكن بتحب حدا تاني. ما بعرف، يمكن حدا درست معه أو درست معه بالجامعة، وكانت بيناتكم علاقة صداقة وتواصل، وظلت هاي العلاقة، ولكن انت لما تجوزت الحبيب اللي انت بتحبه اختفى. فرح شوف لك شو رح يصير يا برج الجوزاء بهاي العلاقة الثلاثية الثانية، شو رح يصير. ماشي، مبين يا برج الجوزاء انه انت رح هون في هاي العلاقة الثلاثية اللي واضحة عندي، انه انت ضايع في هاي العلاقة الثلاثية وما بين الشخصين، وما بين الشخصين هدول. استنى، اها، يا الهي شو هاد، اها، بين الشخصين نشوف انت عم تفكر كثير في هاي العلاقة الثلاثية، والشخص اللي انت بتحبه كمان بيحبك،
عم بيدعي الله، بدنا نشوف يجمعكم، عم يدعي الله يجمعكم بسعادة. نشوف، راح نشوف شو راح يصير إذا راح يتحقق هالشي. أنا حبيت أتطرق لهي العلاقة الثلاثية كذلك اللي عندي ظاهرة في طاقة ترابية واضحة عندي، وطاقة نارية. راح نشوف هذا الشخص هذا بيحبك وبيدعي الله يجمعكم مع بعض. ماشي، اها، استنوا نشوف شو راح يطلع عندنا. بس الشخص ده يعني كأنه يائس من العلاقة هذه، يعني عم يدعي الله وكأنه يائس، وبيدعي كتير طالع عندي. بيدعي مشان يجتمع مع الحبيب تبعه. يا برج الجوزاء، القرار قرارك، فأنت سواء يا إما راح تاخذ قرارك تختار الشخص اللي أنت بتحبه، أو راح تضلك بهاي العلاقة اللي أنت فيها واللي كأنك حاسس إنها علاقة جسدية فقط. يا برج الجوزاء، أنت لازم تاخذ قرار، لازم تاخذ قرار، الأمور كلها بإيدك بهاي العلاقة الثلاثية اللي أنا عم بشوفها. يعني القرار قرارك أنت، اللي ممكن تقرر الشخص اللي انت بتحبه، مش اللي معه، لا، الشخص اللي بتحبه واللي هو متباعد معك بيحبك وبيدعي الله وبده يكون معك، بس هو تقريبا يائس لأنه بيشوف إنه ما في أمل في هاي العلاقة. يعني كأنه انت متزوج، يعني كأنه تزوجت بس انت مش مرتاح وانت بتحبه. بغض النظر، انا مش فاهمة يعني ليش، يعني كيف يعني افترقتوا عن بعض؟ اكيد في ظروف. المهم، النصيحة اللي عندي يا برج الجوزاء بيقول لك اختار الطريق اللي يؤدي الى الحكمة. فبين عندي يا برج الجوزاء انه انت بتهتم بالناس اللي حواليك، الاهل، الاصدقاء، وبتسمع هم عايزين ايه إلى غير ذلك، ولكن أول شي لازم تسمع صوت روحك. أنت محتاج إيه؟ وشو الشي اللي راح يسعدك؟ لهذا بيقول لك اختار الطريق الذي سيوصلك إلى للاستقرار النفسي والسلام الداخلي والاستشفاء. وبيقول لك كمان بالورقة إنه رغبتك هي بإيدك أنت. فربنا معاكم يا برج الجوزاء، وقولوا لي إيه الموقف في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم.